أعزائي الطلبة إخواني، نعود مرة أخرى لاستكمال سلسلة أو محاضرات خاصة بتطبيقات الحاسوب الـ SPSS للمرحلة الثانية، قسم الاقتصاد، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الأنبار. حقيقة تدريسي معكم التدريسي ماثل كامل ثامر، وأريد أسترجع وياكم ولو شيء بسيط من محاضرتنا السابقة. ذكر احنا الحلقة الأولى، طبعا الحلقة الأولى وهذه الحلقة الثانية معكم الآن. الحلقة الأولى حاولنا أنه قبل ما ندخل إلى النظام الإحصائي SPSS، حاولنا أنه نلقي الضوء على بعض الأمور الأساسية الخاصة بالإحصاء، يعني يبقى نستذكر بأنه تحليل الإحصائي وقائم على الإحصاء بشكل كامل، هذا النظام خاص بعلم الإحصاء، واسترجعنا بعض الأمور الأساسية اللي تخص علم الإحصاء وكمقدمة وتفاصيل والأمور الأساسية. حقيقة نحاول يعني نستذكر بعض الأمور اللي هي مثلا عندنا هناك ما يسمى بالمجتمع والعينة، المجتمع الإحصائي والعينة الإحصائية. المجتمع هو اللي دائما تكون دراسة لكل مفردات المجتمع، نقول مجتمع الطلبة في قاعة معينة مثلا وتريد دراسة أطوال هؤلاء الطلبة، أو تريد تدرس دخول الشهرية لأسر هؤلاء الطلبة اللي في القاعة، فإذا المجتمع الإحصائي هنا أصبح كافة مفردات أو طلبة تلك القاعة، ألا أنه عندما تكون لدي عينة فالعينة هنا حقيقة تكون جزء من ذلك المجتمع، يعني عند اختيار بعض الطلبة وليس كل الطلبة عندها نقول أن هذه عينة. أيضا من الأمور الأساسية اللي نتناولها، إذا لاحظ عندي المجتمع والعينة، أنواع البيانات الإحصائية أيضا ذكرناها ونستذكرها معكم، أنه هناك أنواع للبيانات الإحصائية، هناك بيانات النوعية وهناك بيانات كمية. والبيانات النوعية إذا تلاحظ هي تلك البيانات التي نحصل عليها عندما تكون السمة أو الخاصية تحت الدراسة هي سمة نوعية، والسمة النوعية ممكن أن تصنف إلى صنفين، صنف يكون ضمن تدرج اسمي، ضمن تصنيف الاسمي، يعني نقول متغيرات نوعية اسمية، وهذه طبعا النومينال سكيل يطلق عليها، هذا المقياس يصنف أو يصنف عناصر الظاهرة التي تختلف في النوعية لا في الكمية، يعني الظاهرة تتميز سمتها أو صفتها أو اختلافها نوعيا لا كميا. وأقرب مثال إلى الجانب الاسمي أو التصنيف الاسمي هو الجنس، والجنس عامل أو متغير إحصائي وصفي نوعي، نقدر نقول مثلا يتضمن أهم صفاته أو سماته مستويين فقط لهما الذكور والإناث. ممكن أيضا تصنيف آخر قد تكون الحالة الاجتماعية، والحالة الاجتماعية لأي مفردات مجتمع قد تكون متزوج أو مطلق، أرمل، أعزب، المهم الحالات المتعارف عليها، وهنا أكثر من مستوى، هذا هو أيضا مثال آخر على التصنيف الاسمي. هناك مثال آخر أيضا كتصنيف مثلا الجامعات إلى كليات معينة، كان تكون طب وهندسة وعلوم وتربية وإدارة اقتصاد، أو التصنيف العلمي كان تكون تصنيف الاختصاص في الكليات كان تكون علمي وإنساني، وهكذا كل هاي أمثلة خاصة بالبيانات النوعية ولكن من النوع الاسمي. أما إذا حاولت تتناول من النوع الترتيبي أو الرتبي، أيضا متغيرات نوعية هاي، ولكن ميزتها فيها نوع من الترتيب، قد تكون من الأعلى إلى الأدنى ومن الأدنى إلى الأعلى وهكذا. ومثال أفضل مثال على هذا الشيء ممكن أن نقول في كفاءة، إذا ردنا على مستوى الجامعة أو مدرسة أو طلاب أو تقديرات، هو
تقديرات الطلبة ونتائجهم في الامتحانات، وهذه التقديرات هو خير مثال من أمثلة المتغيرات النوعية الاسمية، العفو الرتبية، اللي تأخذ منح الرتب كتكون تقديرات هؤلاء الطلبة، فمنهم من يكون ممتاز وجيد، جيد جدا، عالي، وهكذا واطي. إذا حتى أمثلة ممكن نقول كفاءة العاملين في مصنع معين، كفاءتهم وأدائهم في هذا في مجال عملهم، قد تكون مثلا نقول هاي كفاءة جيدة، هذا ممتاز، هذا متوسط، ضعيف، مقبول، وهكذا. إذا هنا لدينا أصبح متغير نوعي ولكن من النوع الرتبي. إذا المتغيرات النوعية نوعين أساسيين، الاسمي والرتبي. نستطيع أن نتقدم أكثر، نأخذ النوع الآخر من البيانات، وإحنا قلنا البيانات نوعين، قد تكون هناك اسمي العفو نوعية وهناك بيانات كمية، والبيانات الكمية في الحقيقة تصنف وأيضا تدرج ضمن أكثر من تدرج. النوعية هي اللي ما تكون قابلة للعد، النوعية هي اللي ما بها وسائل القياس المألوفة، قياس العد، لكنه البيانات الكمية والعددية من اسمها عندما تكون السمة تحت الدراسة قابلة للقياس على مقياس عددي، على شكل عددي. فإن البيانات التي نحصل عليها تتألف من مجموعة من الأعداد وتسمى بيانات كمية وعددية. ومن الأمثلة المعروفة وكثيرة مشهورة بها مثل على مستوى الطلاب درجات الطالب، هنا ليس تقديرات الطالب، تقديرات الطالب قلنا متغير نوعي رتبي، لكنه من نقول درجات الطالب في امتحان معين أو في مادة معينة، إذن هنا يصبح المتغير أو النوع الثاني من البيانات هي بيانات كمية، أو مثلا كميات أو إنتاجية مصنع معين أو إنتاجية مزرعة معينة، إذن كم أجور عاملين، أطوال، أعمار، أو وهكذا، إذن كلها هي بيانات كمية. إذن البيانات نوعان، كمية ونوعية، وقلنا النوعية تتدرج بمقياس اسمي ورتبي، والنوع الآخر قلنا من البيانات هي البيانات الكمية، وحقيقة إلها تدرجاتها، إلها تدرجاتها اللي قد تكون فئوية وأكو تدرج نسبي، لكن ما أريد نخوض حقيقة بتفاصيل هذا، لكن نعرف الأمور الأساسية حتى نقدر نستوعب تطبيق هذا البرنامج بشكل جيد. ثم انتقلنا إلى طرق جمع البيانات الإحصائية، حيث أنه يتم جمع البيانات بطرق كثيرة، ومنها طريقة المسح الشامل، وفيها تجمع البيانات من جميع مفردات المجتمع، قلنا إذن دون استبعاد أي مفردة، فهذا تقريبا راح يكون هنا عندك الأسلوب اللي اتفقنا عليه، أسلوب من أساليب جمع البيانات هو أسلوب المجتمع، أسلوب المجتمع وليس العينة. إذن طريقة من طرق جمع البيانات هي أن تجمع من جميع مفردات المجتمع دون استبعاد، فهناك أمثلة حقيقة كثيرة على هذا الأمر. وهناك طريقة ثانية قلنا إذا مو طريقة المجتمع اللي هي قد تكون استخدامها مكلف ويحتاج إلى جهد وكلفة، ننتقل إلى الطريقة الثانية والطريقة المشهورة في غالب الدراسات والأبحاث، هي طريقة العينة، وفيها يتم اختيار عينة تمثل المجتمع، وقلنا إذا أخذت جزء من ذلك المجتمع فهذا الأسلوب هو أسلوب العينة، وتجرى عليها الدراسة ومن ثم نعمم النتائج على المجتمع بشكل كامل. وكلما كانت العينة مختارة بطريقة صحيحة وجيدة فإنها سوف تمثل ذلك المجتمع تمثيلا صحيحا، وتكون النتائج صادقة ودقيقة. ويعني هذا طبعا كل الكلام اللي نتكلم الآن هو حقيقة دي يمثل لك حتى تعريف الإحصاء، يعني دي يعطيك صورة عن ما هو علم الإحصاء اللي احنا أيضا تناولناه بالحلقة السابقة، اللي هو يختص بجمع البيانات والمعلومات ومن ثم تنظيمها وتوظيفها وتصنيفها ورسومها وحساب مؤشر وهكذا، وقلنا هذا هو الإحصاء الوصفي، وثم ينتقل إلى الإحصاء الاستدلالي، وهذا يتم من خلال عمليات اختبار فرضيات والتقديرات وحساب والاستنتاج والتحليل، ثم الخروج باستنتاجات وتوصيات، وهذا هو ما يخص بالجانب الآخر من الإحصاء وعلم الإحصاء، وهو الإحصاء الاستدلالي. إذن هنا أريد أركز على
اسلوب العينات قلنا منها الاساليب المهمه، وقال لك هناك طرق كثيره لاختيار عينه، هناك عينات عشوائيه وعينات غير عشوائيه، فحب انه نمر ايضا انه على العينه الغير العشوائيه، يعني العينات نوعين، عينات عشوائيه وغير عشوائيه. العينات الغير عشوائيه هي العينات في هذه الطريقه اللي تكون، هذه الطريقه تكون انتقائيه ولا تمثل المجتمع. شنو معنى هذا الكلام؟ حقيقه انه هناك نوع من التدخل الشخصي عند الباحث او عند الطالب او عند الدارس القائم على دراسه معينه او بحث معين، ف بهذه الطريقه راح يكون هناك تدخل شخصي، فلذلك نقول هي عينات غير عشوائيه، ولذلك لا ما راح تمثل مجتمع تنثيه، وانما تتم وفق اختيار، ولذلك لا تكون هناك فرصه متساويه لافراد المجتمع في الظهور في العينة. وهذه العينات تستخدم هدفها الأساسي بهدف الحصول على نتائج استطلاعية، نظرا لأن اختيار عينات عشوائية يتطلب وقتا وكلفة وجهود كبيرة، وفي هذه العينات لا يمكن استخدام أساليب الإحصاء التحليلي والذي يقتصر استخدامه على العينات العشوائية. ومن أنواع العينات الغير العشوائية العينة العرضية extended samples، وتحدث عندما يتم جمع البيانات من المواطنين أو الأفراد أو الأشخاص الذين يعملون في مكان معين أو في مصنع مثل ما ضرب مثال هنا، اللي يصادفهم حول اتجاهتهم مثلا نحو رأيهم نحو سلعة معينة أو نحو إدارة مصنع أو نظم رقابية فيه للحصول على بعض المعلومات، هذا كمثال يعني. فهنا نلاحظ هذا نوع من أنواع العينات العرضية. من نريد ايضا هناك مثلا العينات الاخرى طبقيه يسموها ايضا غير عشوائيه، يعني هذه تحدث عندما يتم تقسيم المجتمع الى في مصنع معين مثلا، حتى نقترب للاذهان او نقرب للاذهان شنو معنى الطبقيه الغير عشوائيه. مثلا ان يكون عندنا مجتمع هنا في مصنع فيتم تقسيمه الى طبقات، طبقه للعمال، طبقه للاداريين، طبقه للفنيين، او طبقه الاناث والذكور او وهكذا، ومن ثم ناخذ رايهم في جانب معين، وهذه كانما نقدر تقترب من حيث انها عينه طبقيه غير عشوائيه. وهناك ايضا عينه اخرى يسموها غرضيه، وتستخدم عند دراسه مثلا تكاليف صناعة معينة مثلا، فيطلب أنه يتعاون أن يستوجب لتوفير المعلومات لغرض معين. هذه حقيقة أهم العينات، هناك عينات أخرى، ولكن نجي على الطريقة الأخرى وهي طريقة العينات العشوائية. هذه الطريقة المهمة جدا واللي يتم التركيز عليها أكثر من العينات الأخرى. هذه العينة تسمح طرق اختيار العينات تشمل الحصول على عينات مماثلة للمجتمع، ويكون احتمال سحب أي مفردة معروفا ومتساويا، أي إعطاء كل مفردة نفس الفرصة في الظهور، أي مفردة مفردة المجتمع راح يكون لها نفس الحق نفس الفرصة في الظهور، لأن تتحقق هنا عملية العشوائية ويمكن حسابه، ولذلك تسمى العينة بالاحتمالية والعشوائية. فمثلا اذا كان عندنا حجم عينه مختاره 25 مفرده من المجتمع حجمه 500 على سبيل المثال، فان احتمال سحب كل مفرده هو انه يكون انك ان يكون احتمال ان يتم اختيار مفرده او فرص ظهور ال 25 هاي راح تكون متساويه، بحيث انه ممكن اي مفرده من مفردات حجم المجتمع ال 500 نفس الفرصة في الظهور لتكوين حجم العينة المطلوب، ألا وهو في هذا المثال 25. تعريف العينة العشوائية قبل ما ندخل أيضا بأنواعها، هي العينة التي يكون فيها احتمال اختيار جميع المفردات مثل ما ذكرنا متساوية ومعروفة ويمكن حسابها. وهناك طرق مختلفة لاختيار العينة، منها العينة العشوائية البسيطة، هذه من أبسط العينات اللي تتصف لأنها مجموعة جزئية من المجتمع الأصلي وبحجم معين لها نفس الفرصة في الاحتمال. طبعا هنا تتسم هذه العينة حقيقة العشوائية البسيطة، تتسم بالبساطة، تتسم بالتجانس، أن تكون متجانسة في أفرادها، يعني نوع معين نوع محدد من عندي مثلا
دراسة معينة على الذكور مثلا فقط وخذت عينة الذكور، إذا هذه تتسم بالعينة العشوائية البسيطة. ليش؟ لأنه المجتمع كله متجانس كله ذكور، أو إذا ردت إناث إناث، وهكذا أمثلة كثيرة. العينة المنتظمة حقيقة يرى الكثيرون أن طريقة المعاينة المنتظمة هي في جوهرها شكل من أشكال المعاينة العشوائية البسيطة. تعرف العينة المنتظمة بأنها العينة التي تأخذ بحيث يتم إضافة رقم معين بشكل منتظم من قائمة كاملة مرتبة عشوائيا. معنى هذا الكلام يعني إذا ردت ثاني مثلا هذا النوع من العينات المنتظمة تأخذ عندما يكون المجتمع به نوع من الترتيب مرتب تصاعدي أو تنازل، مو في نوع من الترتيب، ورتب تأخذ عينة معينة فتبدأ بمفردة أولا عشوائيا، أول مفردة عشوائية، الباقي المفردات في العينة تؤخذ بصورة متسلسلة أو منتظمة، وذلك بإضافة عداد معين أو عدد معين ورقم معين. أنا هذا بشكل مختصر حتى نفهم هذه العينة. وحقيقة نعطي مثال، يعني مثلا إذا أردنا اختيار عينة حجمها 200 من أصل 3000 لندرس مثلا الأخطاء التي تحدث في بطاقات التسجيل في الجامعات، فهذه الطريقة المنتظمة تقتضي بأن يكون طول الفترة السحب الذي سيسحب منها أول مفردة بطريقة عشوائية، ولذلك نختار رقما عشوائيا من 1 إلى مثلا 15 وليكون 8 مثلا، أو الرقم تختار عشوائي خلص لأعلى التعيين، ومن ثم نضيف 15 على 8 يحدث رقم 23، ومن ثم نضيف 15 أيضا نضيف رقم عدد معين أو عداد معين أو رقم ثابت حتى نقدر نحصل على العينة العشوائية المطلوبة بالطريقة المنتظمة. وهناك ما يسمى بالعينة أيضا العينة الطبقية، وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون المجتمع منقسما إلى طبقات طبيعية وتكون لدينا رغبة في تمثيل جميع هذه الطبقات في العين. حقيقة يعني بهذه الطريقة، يعني هناك مثال واضح حتى لا ندخل بالنظر مباشرة العملي، إذا عندنا طبقات كثيرة مثلا، إذا كانت طبقات أحد المجتمع تحتوي على عناصر طارئة، الطبقة الأولى 500، الثانية 400، الثالثة 280، الرابعة 200، والخامسة 220، وأراد الباحث اختيار عينة حجمها 150 من كل هذه الطبقات، يعني من هذا المجتمع بصورة عامة، فما حجم العينة في كل طبقة حتى تكون هناك عدالة ونسبة وتناسب على أساس حجم كل طبقة. فيتم بالصورة الرياضية التالية الحسابية التالية، إنه حجم المجتمع هو شنو 500 زائد 400 زائد 280 زائد 200 زائد 220، أي حجم الطبقات مجموع حجم الطبقات 1600، إذا مجتمعنا 1600 المطلوب مني 150 من هذه 1600، فمن أجي أخذها بصورة عشوائية لكن ليست طبقية، ممكن كل هاي 150 تطلع من الطبقة الأولى أو كلها من الطبقة الثانية أو كلها من الطبقة الأولى والثانية، وبالتالي تحدث هنا خطأ في عدم تمثيل العينة للمجتمع تمثيلا صحيحا هو هدفنا هذا بالأساس. إذن الأفضل رياضيا أن نأخذ حجم العينة من الطبقة الأولى، وذلك بتقسيم حجم الطبقة على حجم المجتمع ونضربها في 500، يعني بما معناه انه اني راح اخذ ايش قد حجم العينه، ايش قد حجم العينه 160، حجم المجتمع اتفقنا عليه ايش قد 1600 مجموع طبقات طبعا، فاذا حجم العينه 160 على 1600 نضربها في حجم الطبقه الاولى وطلعت لنا 50 مفرده منها، فاذا اخذت حقها واستحقاقها الطبقه الاولى، وذلك باخذ ايش قد النسبه احنا اللي نريدها، حجم المجتمع على حجم العينه ايش قد نسبته نضربها في حجم الطبقة، وهكذا بالنسبة للطبقة الثانية والثالثة والرابعة حتى تتكون لدينا عينة بحجم 160 ولكنها بشكل عشوائي طبقي مثلت المجتمع خير تمثيل. ننتقل حقيقة إلى أمر آخر في محاضرتنا الآن، نتعلم أنه فيما يخص جمع البيانات هناك طرق عدة لجمع البيانات، الطريقة يعني نقدر نقول الوسيلة، وسائل
ومن هذه الوسائل مثلا المقابلة الشخصية على سبيل المثال، وهي أن تقوم بمقابلة أفراد العينة والتحدث إليهم عن الموضوع الذي يتم إجراء البحث فيه، وذلك فإن كمية المعلومات التي سنقوم بجمعها ستكون دقيقة إلى حد ما، إلا أن تحليلها سيكون صعبا، وعليك أن تنتبه إلى تدوين بيانات أثناء المقابلة، لأن أي خطأ في تدوين هذه البيانات يؤدي إلى خطأ في النتائج. إذن هذه هي واحدة من طرق أو وسائل جمع البيانات. وسيلة أخرى أيضا عندك ملاحظة مباشرة، وهذه تحدث دائما في عمليات التجارب الميدان الحي، يعني تجري تجربة معينة وتسجل مشاهداتك أو ملاحظاتك. عندما لا يكون هناك أفراد للعينة فإنك تستخدم هذه الطريقة، أي الملاحظة المباشرة، ومن الأمثلة عليها أن تقف مثلا على تقاطع طرق لتسجل عدد السيارات التمر من هذا التقاطع من الساعة 8 حتى الساعة 9 بهدف حصر كثافة السير في وقت ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، أو أن تقوم بمراقبة تصرف مجموعة من الأطفال أثناء اللعب وهكذا. إذن هذه ممكن أن تكون ضمن الملاحظة اللي هي ضمن المقابلات يعتبرها الشخصية، اللي هي الوسيلة من وسائل جمع البيانات. ثم هناك أيضا وسيلة أخرى قد تكون الاستبانة، هذه اللي نهى عليها المحاضرة السابقة شيء بسيط، والاستبانة هي وسيلة لجمع البيانات اللازمة للتحقق من فرضيات المشكلة قيد الدراسة. عندك في الدراسة مشكلة معينة اقتصادية إدارية اجتماعية طبية، المهم هذه الاستبانة هي وسيلة حتى تتحقق من المشكلة اللي تريد تدرسها أو فرضياتها للإجابة عن أسئلة البحث. وعند تصميم يجب الاستبانة يجب أن نراعي بعض الأمور وشروط نذكرها حقيقة، لأن إحنا مو موضوعنا الرئيسي، لكن نذكرها على نسردها سرد. يجب أن تكون الأسئلة استبانة بسيطة ومفهومة، يجب أن تكون حقيقة الأسئلة يجب أن تكون الأسئلة مفهومة وبسيطة، يجب أن تكون حقيقة من الشروط الأخرى أن تحدد مثلا بالضبط، إذا كان عندنا على سبيل المثال سؤال معين ضمن هذه الاستبانة، أنه ألا تعتقد أن أسلوب هذا الكتاب مبسط لدار السؤال؟ فرضا إذا أردت تسأل في جانب معين، ألا تعتقد أن أسلوب هذا الكتاب مبسط للدارس؟ سؤال يطرح على عينة معينة، وعلى أثرها نستطيع أن نقوم بعملية تحديد الإجابة الصحيحة. فمثلا للمجيب أن يختار ضمن خيارين، يعني أنت تحدد سؤال معين وهذا السؤال حقيقة تعطي إجابات وخيارات، كان تكون خيارات من نوع ثنائي مثلا، ياما يجيب بنعم أو لا وهكذا، ياما أن يقوم بالإجابة بنعم أو كلا. وأيضا ممكن أن تكون هناك نوع ثالث، إذا نلاحظ مثلا أو يجب تحديد الكميات الوحدات معينة عند الإجابة، أو مثلا كم تحتاج من كمية الماء للشرب يوميا، فهنا تحتاج أن يحدد أشياء معينة، مو بس يجاوبك بنعم أم لا، لا هنا يحدد في الإجابة بكميات معينة. أيضا من الشروط الأخرى في الاستبانة قلنا نمر عليه مرور سريع، يجب أن تكون الأسئلة مباشرة واضحة، وأن لا يفكر المستجيب تفكير يكون بعمق أكثر مما هو مطلوب، وأيضا يجب أن تكون الاستبانة قصيرة قدر الإمكان حتى ليس بها ملل في الإجابة، ويفضل أن توزع الاستبانة على مجموعة صغيرة حتى تجرب، ثم نعدل الأخطاء عليها ملاحظة، ثم يتم تطبيقها بشكل نهائي. ويجب أن تكون الاستبانة صادقة وثابتة، وهذه طبعا أكو لها أساليب حقيقة ممكن إحصائية أو ضمن القياس والتقويم في العلوم التربوية، فإن لم تكن صادقة فلن تكون معلومات دقيقة، أما إذا لم تكن استبانة ثابتة فلن تستطيع تعميم الاستبانة وهكذا، ولن يكون قرارنا صالحا لفترة من الزمن. سنوضح كيفية التأكد من صدق الأسئلة ودرجة ثباتها، ممكن يعني هذا الشيء من خلال حتى
هناك أساليب إحصائية أو رياضية أو قياس وتقويم ضمن العلوم التربوية ممكن أن نحددها ضمن برنامج SPSS. هاي الوسائل موجودة حتى نتعلم شلون نطبقها أيضا إذا قدرنا حقيقة أن نصل إلى هذه المرحلة. نجي هنا عملية تجي بعد عملية جمع البيانات والبيانات وجمعها بكل الأساليب والوسائل اللي تعلمناها والطرق الخاصة بجمع البيانات، بعد عملية تنظيمها وتصنيفها وترتيبها ممكن أن ننتقل حقيقة إلى مرحلة أخرى هي مرحلة الترميز، وهي مرحلة جدا مهمة. من تجمع بيانات وهذه البيانات كانت تحتاج إلى ترميز، فعندها يكون هذه المرحلة مهمة جدا للتعامل مع برنامج SPSS. هذا البرنامج لا يمكن التعامل معه بالذات المتغيرات النوعية الكمية، لا بس المتغيرات الكمية هي أرقام تحصل عليها مجرد وتدخلها مباشرة إلى البرنامج ويستوعبها البرنامج بعد إعطاء مواصفات معينة للمتغيرات، إلا أنه في حقيقة المتغيرات الكم النوعية فبعض الأحيان هنا تأتي إلى حقيقة مرحلة الفرض على أن ترمز ذلك المتغير، يعني إعطاء لهذا المتغير رموز وأرقام حتى هذا البرنامج يستوعبها ويستقبلها. لا يمكن التعامل مع المتغيرات النوعية على حالها، يعني أنت راح تفكر مثلا أنه هاي المتغيرات النوعية تخدمك في عملية التحليل الإحصائي، وبالتالي إذا كان هدفك التحليل فلا بد من عملية الترميز لهذه المتغيرات. وحقيقة عملية الترميز تبدأ بعملية خطوات معينة حاول أنه نذكرها بشيء بسيط قبل انتهاء من حلقتنا الثانية. هاي حقيقة أنه الخطوة المهمة بعد عملية الجمع هي الترميز، والترميز هي عملية تحويل إجابات كل سؤال إلى أرقام أو حروف، أنه أنك تحول السؤال إلى أرقام وحروف. شوف لو توضح من هذا التعريف راح تنتبه هنا إيش دي يصير عندنا، أنه هناك متغير نوعي، هذا النوعي قلنا نوعين يا أما اسمي أو متغير رتبي، هذا المتغير يحول لك هاي الإجابات إلى أرقام وحروف حتى يسهل إدخالها إلى الحاسوب. وحسب مفهوم SPSS فإن الأشخاص والمشاهدات، يعني الطلاب، شوف مجتمعنا منهم طلاب أفراد أشياء، إحنا ذكرناه في الحلقة السابقة إنه مجتمع مالتك مو شرط شخص، ممكن شيء، ممكن جماد، نبات، وهكذا حسب الدراسة والهدف منها. إذن الأشخاص مشاهدات التي يقوم بالإجابة على الأسئلة الاستبيان يطلق عليهم باسم الحالات الكيسز هنا. إذن الأفراد والمشاهدات في الـ SPSS هي الكيسز، لكن كل سؤال هو يمثل هنا كل سؤال في الاستبانة مثلا تريد تسألها عند جمعك للبيانات، كل سؤال هو فقرة، كل سؤال هو عمود، كل سؤال هو متغير. إذا نفس الشيء فقرة عمود متغير، إذا مثل ما قلنا كل مشاهدة هي سؤال ومتغير، وكل فقرة هي سؤال ومتغير، كل مشاهدة إذا هي cases حالات وأفراد، وكل متغير هو عمود أو فقرة وهكذا. وتسمى إجابات الأشخاص على الأسئلة أو الفقرات بقيم المتغيرات، وهذه القيم راح نحطها في الخلايا. إذا هي عملية هناك صفوف مشاهدات cases، هناك أعمدة أي فقرة أو عمود أو متغير، وهناك خلايا نخلي بها القيم اللي راح نحصل عليها من أي وسيلة من وسائل جمع البيانات اللي تم التطرق إليها سابقا. هاي حقيقة نحاول نغطي بعد شيء بسيط قبل نهاية الحلقة. يحتوي حقيقة الاستبيان على عدة أسئلة، وإحنا قلنا شوف أنه هناك بالاستبيان تكون هناك أسئلة، يا أما أسئلة تكون إجابتها واضحة يا أما نعم أم لا،
هذا نوع. هناك لا، نوع ثاني من الأسئلة أن يعطيك حرية شوية أكثر، يكون هناك مثلا على مقياس يسموه مقياس ليجر طبعا الثلاثي، يعني يعطيك خيار مثلا أنه يقول مثلا موافق أو غير موافق، وأيضا هناك حالة وسطية تردد معين أحيانا أو محايد، يعني هذه إجابة ثلاثية يسمونها مقياس ليجر ثلاثي، أو ممكن المقياس اللي هو أكثر تطبيقا مقياس ليجر الخماسي اللي هي تكون عدة حالات. إذا نلاحظ هل توافق أن يكون تسجيل الطالب في الجامعة عبر الحاسوب؟ هذا سؤال من الأسئلة مثلا، فهنا عندك خيارات تعطى في الاستبيان، هي يا أما موافق بشدة أو موافق أو محايد أو معارض أو معارض بشدة. لاحظ، فإذا لاحظ في هذا المثال راح ممكن أنه يتم استخدام بدائل، يعني يا أما نقول مثلا تعطى رقم معين لموافق بشدة، نعطيه مثلا رقم، وهذا الرقم خلينا نقول مثلا 5، هي خماسي فخمسة يدل على أنه الإجابة بموافق بشدة، وتفهمها الحاسبة على أنه الموافق بشدة هو رقم 5. وأيضا ممكن يعطى رقم 4 علما لأقل تدرج اللي هي بعد الموافق بشدة موافق 4، ومن ثم هكذا الموافق 3، ومن ثم المحايد، وثم 2، والرقم 1 يأتي إلى آخر شيء من نقول مثلا معارض بشدة أو غير موافق بشدة. إذا تدرج من الأعلى 5 4 3 2 1، موافق بشدة، موافق، محايد مثلا، وهكذا إلى غير موافق، غير موافق بشدة، يأخذ 1. هذا يسمونه واحدة من الأسئلة الخاصة بالتدرج. حقيقة إخواني راح نكتفي بهذه نهاية حلقتنا هذه، نتوقف إلى حد عملية الترميز والاستبانة وأنواعها، واستبانة وتدرجاتها أيضا، كيف تأخذ الاستبانة شكلها والأسئلة الرئيسية قبل الدخول إلى عملية البرنامج بشكل مباشر. فننهي حلقتنا أعزائي الطلبة، الحلقة الثانية من برنامج SPSS للمرحلة الثانية قسم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الأنبار، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، الحلقة الثالثة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.